تزول في اللون. قامت جيزي مؤخرا بالاعتراف بالخيانة لزوجته بيونسي، وأكد لمجلة معروفة لأول مرة الخيانة مع فتاة لم يذكر اسمها، وأنه لم يقل مخلصا لها الكفاية، وأن أصعب شيء هو رؤية الألم في من نحبه. ستتساءلون ما الذي جعل بيونسي تستمر معه لحد الآن؟ الجواب هو ابنتهما الصغيرة، وقد خضع للعلاج لعدة سنوات للوصول إلى هذه المرحلة وللتصالح مع بعضهما البعض، وهما الآن يؤكدان سعادتهما بالتغلب على هذا المشكل وبناء أسرتهما. شكراً على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.